في يوم شديد الحرارة، خرج فريق تصوير لبس فستان إلى أقوى مواقع التصوير في مصر والعالم العربي. تجاوز الفريق أخطر المواقف، منها الصخور المميتة والمنشآت الآيلة للسقوط ورجال أمن المنتزه. قام الفريق بمئات التدريبات والتمرينات الشاقة، وخطط لكل خطوة بدقة متناهية. وكل هذا من أجل أن يأتوا إليكم بفيديو كليب بالأغنية التي هزت العالم، كرش كبير، مع أبو يوسف، مهاطي، رشيد، عمر أيمن وأحمد مجدي. لابسين فستان وأغنية الكرش الكبير، قريبا فين الخوذة يا ابني؟